اهلا بكم جميعا مشاهدي قناه بلقيس. كما ورد في الخبر التفصيلي الذي اوردته القناه حدث هذا الهجوم قبيل في ساعات الفجر الاولى. طائرات بدون طيار شاركت في العمليه وطائرات اباتشي وانزال مظلي، وهذه ربما انها جديده نوعا ما هذه العمليه، وهذه تعطي دلاله ايضا على ان سياسه ترامب ربما تختلف جذريا عن السياسه التي كان ينتهجها اوباما. المواجهات المباشره حدثت ايضا، هناك معارك شرسه دارت بين الجانبين، سقط خلالها عدد من هناك اخبار ان هناك قتلى في الجانب الامريكي. طبعا هم هاجموا القريه وقتلوا فيها، لم يفرقوا ابدا بين من يدرجونهم دائما تحت مسمى الارهاب وبين الاطفال والنساء والمدنيين. طيب هل لديك احصائيات، هل لديك احصائيات عن القتلى في هذه العمليه سواء من المدنيين او القيادات؟ الانباء متضاربه اخي العزيز، هناك من يقول 30 قتيل في هذه العمليه، وهناك من يقول اكثر وهناك يقول اقل. مؤكد ان بين القتلى ما لا يقل عن 4 نساء و6 اطفال. طيب هذا هو الشيء. بالنسبه لجثث القيادات التي قيل انها كانت هدف لهذه العمليه، هل لديك اي معلومات عن مصير هذه الجثث الان؟ حتى هذه اللحظه لا معلومات وافيه عن هذا الموضوع. انا فقط اعتقد ان العمليه عندما جاءت بهذا الحجم الكبير والانزال المظلي ان هناك ربما كانت نيه لاعتقال عدد من الموجودين في المنطقه، وعندما لم يتمكنوا من اعتقال احد تحولوا الى الجانب الاخر، وهي التصفيه الجسديه لكل المتواجدين في القريه دون تمييز بين المدنيين ومن يحملون السلاح. شكرا جزيلا لك الاعلامي ناصر الشليلي، كنت معنا للتعليق حول ما حدث في كلا في البيضاء.